اهدنا على صراط المستقيم عزيزنا العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغلقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي